السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي وفي احسن حال. وحشتوني قوي بجد والله. بس مش عارفة بس اقول ايه. انا بقالي كده، انا من يوم الاربع اللي فات وانا تعبانة. انا رحت الشغل يوم الاربع ورحت برضو يوم الخميس، بس انا كنت تعبانة. تعبانة، ظهري وجاني الحمد لله طبعا على كل شيء، واللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. دراعي اليمين ده اهو من حد كتفي اللي هنا لغايه ايدي مش قادره اتكه، يعني بتك على ايدي بالعافيه. انا عايزه اقول ان انا الاربع والخميس، والله يا جماعه وحياه ربنا، الاربع والخميس كده اهو فضلت اقول يا رب قويني لحد اليوم ما يخلص. والحمد لله والشكر لله، طول ما انا بشتغل يعني الدنيا ماشيه الحمد لله. لكن زي ما بقول لكم انا كنت بشتغل بالعافيه فعلا. المهم انا من الناس، يا عم كفايه خبط، يا عم كفايه فتح لي قلي من رزق كريم. انا يا جماعه من الناس الحمد لله، يعني بحس ان دي نعمه، يعني انا بحمد ربنا على كل شيء، انا بحمد ربنا على كل شيء، ودي حاجة جميلة طبعا. الإنسان يحمد ربنا على أي حاجة في الدنيا سواء كانت وحشة أو حلوة. فيعني إيه أقول إيه يا ربي، الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا على كل شيء سواء كان واحد سليم أو تعبان، كله خير من عند ربنا. بس عايز أقولك والله العظيم يا جماعة، أنا كنت فعلا من يوم الأربع او بدايه، حتى من اسبوع فات انا حاسه بالم في ظهري. يعني مثلا لو قعدت كده اهو لازم اسند ظهري، مش قادره، حاسه بالم في ظهري من بدايته، من يعني ايه من تحت كده، يعني بدايه الظهر كده مش من فوق، من تحت كده من اسفل، الم في ظهري والم في كتفي من هنا لحد صوابعي. وايه بقى والمشكله كلها ان في ايدي اليمين، يعني اجي اتكه بالعافيه. بس كل يوم اقول يا رب يا رب قويني يا رب قويني يا رب قويني. فربنا طبعا يقوينا حبايب قلبي كلنا جميعا يا رب، ويشفي كل مريض ويهدي كل عاصي ويصلح حال الدنيا كلها في كل مكان وفي كل اوان. المشكله بقى التانيه اللي انا تعرضت لها في طبعا، عايزه اقول يعني انا كنصر، يعني انا الحمد لله والشكر لله عمري ما بيأس من اي حاجه، يعني مهما، يعني زي ما بقولوا كده بالبلدي، ياما طبلت على ياما زي ما بيقولوا طبلت على دقت على راس طبول. انا ما بيهمنيش حاجه اساسا، يعني ما بيهمنيش حاجه، يعني اقع اقوم، كل ما اقع اقوم، اعيا الحمد لله والشكر لله، فدي نعمة. يعني حد يأذيني أقوم برضو، أعيا برضو أقوم، لازم لازم لازم. الإرادة، الإرادة هي أحلى حاجة في الدنيا، إن أنت يكون عندك إرادة، لازم يكون عندك إرادة. مفيش حاجة تكسرك ولا حاجة توقعك ولا كلمة وحشة توقعك ولا، يعني بصي انا بقول لكم انتوا عشان انتوا اعز الناس عندي. مين هم اعز الناس عندي؟ بنتي واحفادي، ربنا ما يحرمني منهم وربنا ما يجي لهم اي حاجه وحشه يا رب يا رب يا رب يا رب، ما يجي لهم اي حاجه وحشه ولا يعني يمتعهم دايما بالخير والصحه. وانتوا يا حبايب قلبي كمان يمتعكم بالخير والصحه. ومين هم الناس اللي بتحبني دايما وبتشجعني وبتدعي لي؟ يا رب كل كلمة حلوة يا حبايب قلبي في ميزان حسناتكم. النهاردة أنا بقول لكم أنا تعبانة أهو، بس عندي إرادة. الإرادة دي يا جماعة أهم حاجة، عارفين لو الإنسان يعني شر بره وبعيد، يعني بيفرفر كده وعنده إرادة هيستمر وهيقوم وهيبقى قوي أكتر من الأول. فأنا حبايب قلبي يعني وأنا تعبانة أهو بقول لكم مفيش حاجة، حتى لو تعبانة قومي وتحركي واشتغلي وتعالي وروحي. حد اذاكي برضو قومي، حد اتكلم عليك وحش برضو. بصي لازم يكون عندك ايمان قوي، وايمان قوي واراده، الاثنين مع بعض
نصرة بتقول لك ايه؟ نصرة بتقول لك خلي عندك إرادة، اشتغلي وروحي وتعالي، مفيش أي حاجة توقفك، لا عيا ولا حد يأذيكي ولا. طب ايه يا نصرة انت عمالة تتكلمي عن الأذى ومش الأذى؟ اه يا حبايبي، انا هقول لكم. من فترة حبايب قلبي واحدة، يعني هي مش جارة ولا صاحبة، ولا هي من منطقة كده، يعني من منطقة جنبنا كده، كل ما تشوفني، يمكن انا السبب، انا ساعة ما جيت فتحت القناة من فترة طويلة بقيت عاملة زي الهبلة وزي الهطلة كده، عمالة اكلم اخواتي في البلد اقول لهم شاركوا في القناة، ومش عارفة يا جماعة انا هعمل قناة، يا جماعة انا هعمل قناة، يخرب بيتك يا نصرة، عمالة اقول للشرق والغرب انا هعمل قناة. ما يا جماعة الواحد برضو ايه، البني ادم اللي على قد حاله ده لما يعني اي حاجة كده، اي حاجة بتفرحه، البني ادم البسيط اللي على قد حاله كده، اي حاجة في الدنيا بتسعده، الكلمة الحلوة الصغيرة بتسعده، واي رزق بقى مهما كان بسيط يجيله بيسعده، واي حاجة، انا بالذات بقى اي حاجة قد كده وبتجيني بتضايقني وبتتعبني، تعبني نفسيا، بس ايه اللي بيخليني اقوم اقف على حالي؟ الارادة وتمسكي بان ربنا سبحانه وتعالى موجود، وهو قادر على كل شيء، وهو اللي بايده كل حاجة، وان هو ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. المهم حبايب قلبي، الولية ده هي او الست ده هي، يعني ما مش عارفة، يعني المهم كل فترة طب ايه عاملة ايه، المهم انا اشتركت في القناة، ده الكلام ده من فترة، المهم يعني قابلتني من حوالي اسبوعين، تقول لي ايه بقى، ده انا شفتك وشفت بنتك، ده انت ايه ده انتوا عديتوا، ده انتوا ايه ده، كل دي ناس بتشوفكم، ده انت تلاقيكي بقيتي غنية، ده انت تلاقيكي بقيتي مش عارفة ايه. قلت لها يا ست غنيت ايه ونيلت ايه، ما غنى الا الله يا حبيبتي. قالت لي وانت بتغزل عيني وانا احسدك، بس قولي لي اصل انا ابني قاعد من الشغل وظروفه تعبانة وعايز يعمل قناة. قلت لها يا حبيبتي انا والله ما اعرفش القناة بتتعمل ازاي، بس هو الموضوع اهبل وسهل، يعني دي بتتعمل من على التليفون، وانا بصراحة يا جماعة زي ما بقول لكم كده انا ما عندي والله ما اعرف هي بتتعمل ازاي. قلت لها بنتي ام ادم هي اللي عملتها لي، لما يعني انا تعرضت لمشكله وكده، وبعد كده بنتي قالت لي يا ماما انت ايه يعني برضو ايه، اعملي قناه ممكن القناه تريحك. طبعا ده كان فكر ام ادم، يعني ربنا يديها الصحه يا رب يكفيها شر المستخبي. المهم فانا حبيبه قلبي، بس انا اعرف ان في يعني في قنوات كتير خاصه بان انت تعرفي ازاي تعملي قناه، يعني عندك حاجة اسمها رؤية المعلومات، وعندك علامة استفهام، وعندك قنوات كتير، اسألي الناس اللي كده هو اللي بيعرفوا وخشي واعرفي، يعني الموضوع سهل. قالت لي لا بس انتوا بتاخدوا فلوس كتير، كل شوية يا جماعة تقول لي اصل انتوا بتاخدوا، هم بتوع الفيديو ده ايه، ده في ناس عندها فيلا، ده في ناس عندها عربيات، وانت بتغزل عين، هو انت بتغزل رجلين؟ قلت لها يا ستي انا بغزل عين ولا بغزل رجلين يا ستي، افتحي يا حبيبة قلبي قناة واتنين وتلاتة. الكلام ده من فترة، جددت الموضوع تاني من حظ الاسود، ان انا الاسبوع اللي فات برضو شفتها، كنت في السوق وبرضو شفتها نفس الكلام، ايه انت فين مش عارفه ايه ده انت بقى، وكلمت برضو على قناه، قلت لها ست الله يرضى عليك سيبيني في حالي، بلا قناه بلا زفت، قناه ايه ونيله ايه يا ستي، انا من زمان بشتغل وانا عايشه من شغل ومن شقايا، حل عني. راحت قالت لي برضو قعدت تكلمنا عن وانت ايه يا اختي، واحنا هنحسدك، واحنا يا اختي هنعملك، واحنا يا اختي. قلت لها يا حبيبه قلبي مش هتحسديني ولا تعمليني، انت عايز تعملي قناه اعملي يا حبيبه قلبي ان شاء الله تعملي 100 قناه، بس حل عني. ويا جماعه طبعا انا ما بحطش الكلام ده في دماغي، بس يعني معروف ان يعني العين، بس انا مش عارفه برضو يعني عين ورجلين وايدين، هو انا اصلا لا حول ولا قوه الا بالله، زاد عليا ايه، زاد عليا ايه، ما هو انا زي ما انا، انا زي ما انا من ساعه ما ربنا خلقني بشتغل وبشقى وبروح وباجي، وحتى القناه والله العظيم، والله والله والصباح اللي احنا فيه يا حبايب قلبي، والله يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، انا يا جماعه مش بدعي الفقر ولا اي حاجه، بس انا واحده زي ملايين الناس بتشتغل وبتشقى وبتعافر في الدنيا، وطول ما احنا موجودين في الدنيا لازم نشتغل ونعافر ونقع ونقوم ونقع ونقوم، عشان احنا ملناش حد، ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى حبايب قلبي، فالانسان ما ييأس من اي حاجه، لكن في ناس كده شر، في ناس شر كده لازم تبخ سمها في البني ادم،
بيقولوا القنوات بتاخد فلوس. يا ستي ما تروحي تعملي، هو انا حايشه عنك حاجه؟ ده انا قلت لك الموضوع سهل. اي واحد حتى بتاع من بتوع السنترالات دي ولا بتاع السنترال يعمل لك قناه يا حبيبتي، الموضوع اهبل من الهباله. واشتغل عليها واعملي وبتاع. قلت لي لا، ما انت عارفه ناس. قلت لي يا ستي انا ما اعرفش حد. اعرف مين انا؟ ما لا، وما انت عملت ايه والناس عرفتك ازاي؟ مش قادره افهم يعني. يعني كلام اهبل وكلام متخلف. بس هو ده فعلا اللي حصل. وربنا يكفينا شر الناس وعين الناس واذى الناس، لان فعلا في ناس سبحانك يا رب بترفع الواحد في السماء بعد، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى، بتقف جنبه وبتقول له الكلمه الحلوه والكلمه الطيبه وبتشجعه وبتدعي له. وفي ناس اعوذ بالله يعني الشر كله في قلبهم والشر كله في عينيهم، ومهما يعني ما تبعد عنهم، ومهما مش بإيدك ان انت مثلا انت عامل قناة وبتعمل شوية اكل ولا بتعمل شوية شغل، هم مش هيشوفوك. طبيعي هيشوفوك، مش في ايدك، بس انت بتعمل قناة هتخبيها يعني. فمش عارف. المهم الحمد لله هو ده اللي حصل. ويدعوا لي حبايب قلبي، ربنا يكفيني شر الناس، شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن النهاردة سبحانك يا رب شياطين الإنس أكتر وأقوى من شياطين الجن. ده فعلا اتضح لي يعني. وربنا يكفيني شر الناس، وربنا يكفيني شر المستخبي. وحبيت يا حبايب قلبي أطمنكم عليا، حبيت أطمنكم عليا عشان يعني أنا فعلا بقالي فترة ما عملتش، بقالي فترة ما عملتش روتين وعملتش اي حاجه. يا رب سترك. المهم انا جبت المرهم ده، انا جبت المرهم ده هوت، ودعكت يعني الحتت اللي انا طولتها دعكتها، ودعكت دراعي وكتفي، وجبت بنادول. بصراحه انا مش هخبي عليكم، انا ما رحتش لدكتور. انا بصراحه لا بحب الدكاتره ولا بحب الادويه ولا اي حاجه، فقلت اجيب ده مسكن. بيقولوا ان بنادول يعني مسكن عام يعني، هو تقريبا بيقولوا احسن من كل الحاجات اللي موجوده يعني. وجبت المرهم حبايب قلبي، وطبعا ما قلتش لبنتي عشان بنتي يعني مشوارها بعيد، وهتيجي بقى مفزوعه وفي يا ماما وايه ايه ومي مي. انا يعني ما بحبش الجو ده بصراحه يعني. وانا الحمد لله ما فيش حاجه، ده هو شويه تعب وعادي. انا كل ما اجي مثلا اقول لبنتي شويه تقول لي اقعدي اقعدي يا ماما اتجوزي اتجوزي. امال جواز ايه ونيله ايه يعني؟ هما اللي بيتجوزوا عاملين ايه؟ وفي حد بذمتكم متجوز مرتاح؟ مفيش حد متجوز مرتاح يا جماعه. وبعدين انا اتجوز في سن 60 سنه، اتجوز ايه؟ ما انا هجيب برضو راجل كبير افضل اخدمه وانيله واعمله. وبصراحه يعني لا مؤاخذه، انا كنصره ما عنديش استعداد اتعامل مع راجل. الصراحه انا ما عنديش استعداد اتعامل مع راجل، خلاص انا اقلمت حياتي على كده. ربنا يعني كل اللي طالباه من ربنا، ربنا يهدي سر بنتي ويهدي سر الولاد كلهم ويكفيها شر المستخبي، ويعني يبعد الشر عني وعن بنتي وعن المسلمين كلهم يا جماعه في كل حته. ويا حبايب قلبي بطمنكم عليا الحمد لله يعني، دعواتكم طبعا. ومش عارفة ان كنت هقدر انزل الشغل النهاردة ولا بكرة. اي إن كان حبايب قلبي، انا في اليومين اللي فاتوا حتى ما قدرتش اعمل اي حاجة في الشقة، الشقة كلها مكركبة. وجيت هنا في اوضة الفيران اللي كانت اوضة الفيران اصلا اللي انا يعني بيضتها وقعدت اعك فيها دي، من ساعتها والله ما عملت اي حاجة فيها. وقلت بقى اريح اليومين دول. فنهاركم يا حبايب قلبي زي العسل. دعواتكم يا رب ما تحرم من دعواتكم، ويا رب ما تحرم من كلامكم الجميل. تدعولي انا وام ادم، ربنا يكفينا شر المستخبي يا رب، ويكفينا شر اي حاجه وحشه. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.